أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إطلاق مبادرة مشتركة تحت عنوان جسر الأمل لتمكين اللاجئين من خلال التعليم. وبموجب المبادرة تتعاون الأكاديمية العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير فرص المنح الدراسية للاجئين للحصول على درجة البكالوريوس، حيث تحرص الأكاديمية على توفير التعليم العالي بما يتماشى مع المعايير الدولية للتعليم والبحث والابتكار، إدراكا لقوة وتأثير التعليم في بناء مستقبل أفضل. هذه المبادرة واللي هنعمل عليها جميعا إن شاء الله من أجل تقديم فرصة تعليم متميزة لهؤلاء الشباب اللي عانوا من الظروف اللي هم ما لهمش أي ذنب فيها غير إن هم وجدوا نفسهم في هذه المأساة، فإحنا الأكاديمية منذ فترة وهي بتعمل على رعايتهم وإعطائهم الفرصة، وزي ما وضح في العرض التقديمي مع جامعة الخرطوم سمحنا لهم كلهم إن يأدوا الامتحانات النهائية في مقر الأكاديمية. عم نوقع اتفاقية مع الأكاديمية يعني لاعطاء فرص اكثر للاجئين وطالبي اللجوء للاستفاده من الخدمات في مجال التعليم، ولاعطاء فرصه افضل لحياه كريمه عن طريق التعليم للشباب وصبايا اللاجئين وطالبي اللجوء موجودين في مصر. نحن المفوضيه بتعنى في اللاجئين من مختلف الجنسيات، والعدد الموجود في مصر حاليا قد فاق ال 650 ألف.